كليه الجامعه الاسلاميه. طبعا اكثر شيء حبيته فيها الانضباط والتعامل الحلو. تعرفنا عن تاريخ الجامعه الاسلاميه، عن عدد الكليات اللي موجوده فيها. طبعا الجامعه الاسلاميه مجمع بالثناء عليها، جامعه عريقه رائعه. طبعا هي مراعيه لظروف الطلاب كلهم. الإسلامية من أشهر الجامعات عندنا في غزة، هي حاوية جميع التخصصات، حاوية جميع ميول الطلاب، وطبعاً كل سنة زي ما إحنا بنسمع إنه بيطلع منها طلاب متميزين، طلاب طالبات مبدعات، وطبعاً أنا عن نفسي عائلتي كلها مهندسين متخرجين من الجامعة الإسلامية وكل فخر يعني، وإن شاء الله يكون لي نصيب ويحالفني الحظ إني أنتمي لهاي الجامعة المميزة المبدعة.